أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصة للحديث عن إعلان ميليشيا الحوثي إيقاف السير في أراضي السعودية من طرف واحد. أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للميليشيا مهدي المشاط إيقاف العمليات الهجومية بالطيران المسير والصواريخ على السعودية. المشاط طالب الرياض بضرورة العمل على إعلان مماثل ما لم فإن جماعته تحتفظ لنفسها بحق الرد في حال عدم الاستجابة لإعلانها. وأكد المشاط على أن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد، كما دعا المشاط الحكومة الشرعية إلى الانخراط الجاد في مفاوضات حقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: أسباب إعلان الميليشيا وقف الهجمات من طرف واحد، ودعوات الميليشيا المتكررة بضرورة الانخراط في مصالحة وطنية شاملة. نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. في تحول جديد لمسار الحرب بين التحالف وميليشيا الحوثي، أعلنت الأخيرة وقف استهداف المملكة بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف. الإعلان الحوثي اشترط وقفاً مماثلاً من قبل التحالف لكل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لمواقعها، مانحاً نفسه حق الرد في حال عدم الاستجابة لمبادرته. إعلان جاء بعد أيام من إعلان الميليشيا مسؤوليتها عن هجمات الطيران المسير التي استهدفت حقول إنتاج النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي البقيق وخريص، وهو الإعلان الذي نفته السعودية محملة إيران مسؤولية ذلك. ويرى مراقبون أن إعلان الحوثي وقف عملياته ضد السعودية من طرف واحد يهدف إلى إحراج الرياض وحليفتها أبوظبي أمام المجتمع الدولي، ولدفعها لإعلان رد مماثل بوقف الهجمات السعودية على مواقع ميليشيا الحوثي. وفيما يبدو أنه رد على هجمات الميليشيا المستمرة، أعلن التحالف تنفيذ عملية نوعية استهدفت مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة. هذه العملية دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتعبير عن قلقه إزاء القصف الجوي الذي جنته مقاتلات التحالف على مدينة الحديدة، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وبموازاة ذلك، دعا رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيا الحوثي مهدي المشاط إلى الانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، دعوات لم تلقى استجابة تذكر من قبل الشرعية والتحالف اللذين لا زالا يطالبان المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وقرارات الأمم المتحدة السابقة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من صنعاء المحلل السياسي سيد عبد الوهاب الشرفي. أهلا بك سيد الشرفي. إذن بداية دعنا ننطلق من الخبر، إعلان وقف ميليشيات الحوثي استهداف الأراضي السعودية من طرف واحد، ما الذي تقرأه في أو برأيك ما هي أسباب هذا الإعلان؟ تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين الأكارم. هو بالطبع متابع للأحداث، وربما الجميع يعلم بأنه كان هناك ضربة مميزة تلقتها المملكة العربية السعودية، وهي ضربة ذات دلالة في أكثر من مسار. على خلفيتها جاء هذا الإعلان. يعرف الجميع بأن الوضع يعني يدخل في حالة الحاجة لوقف إطلاق النار وكسر الملف اليمني على الأداء السياسي وتجنب استمرار الحرب. هذا الأمر لم يكن متأتيا من قبل، لكن الآن يمكن أن يتم فرض من هذا شيء من هذا القبيل، على اعتبار أن الإعلان يمثل دفعا باتجاه فرض حالة يمكن أن نسميها قواعد اشتباك جديدة يجب أن تتم في الملف اليمني. الضربة أثبتت بأن هناك قدرة بالنسبة لأطراف صنعاء على توجيه ضربات موجعة للمملكة العربية السعودية لم تكن من قبل تتوقع بأن تتلقى مثل هذه الضربات، وبالتالي يمكن من خلالها الانطلاق لوقف إطلاق النار، وفي أقل تقدير يمكن أن تمثل مدخلا للوصول إلى قواعد اشتباك بموجبها يلتزم كل طرف بخطوط معينة مقابل التزام الآخر بها.
أضف إلى ذلك أن التبعات التي باتت تلوح في الأفق ترتيبا على هذه الضربة يمكن أن تدفع المملكة العربية السعودية للتفكير بجدية. المملكة العربية السعودية هي منذ البدايات تجعل الملف اليمني أحد تفاصيل صراعها في المنطقة مع إيران، وبالتالي الاستمرار في هذه الضربات مع المزاج السعودي الذي يحملها بالكامل باتجاه إيران يمكن أن يزيد من الضغط عليه دافعا له لأن يفكر أو أن يكون مضطرا لأن يقدم على عمليات واسعة أو عمليات مواجهة مع إيران قد تكلف المملكة العربية السعودية وتكلف المنطقة الكثير. وبالتالي جاءت هذه الرسالة لتكون بمثابة فتح طريق للتفكير في مسار أسلم يعفي حتى المملكة العربية السعودية من أن تتورط فيما هو أوسع بالنسبة لها. طيب دعنا نقف عند هذه النقطة. أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. سيد المودع، يعني تحدث السيد عبد الوهاب الشرفي عما رأى أنها أسباب لميليشيات الحوثي توقفت أو أعلنت وفقا لها إعلان وقف الضربات من طرف واحد باتجاه الأراضي السعودية. أنت هذه الخطوة في أي سياق تضعها؟ أو برأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء؟ مساء الخير وتحية للأخ عبد الوهاب ولك. أهلا بك. يعني هذا الإعلان هو ما فيه أي شيء جديد، يعني ما أظن أن فيه شيء جديد. هو يريد بمعنى وقف الحرب، أن تتوقف السعودية، وهذا مطلب حوثي قديم. هو يريد للقائد السعودية بأنه سنتوقف عن ضربكم مقابل أن توقفوا الحرب، لأنه الحرب الجوية ما تبقى من الحرب الآن هي الحرب الجوية، وهذا هو الذي ما يضر الحوثي. لهذا السبب أيضا في نفس الوقت نوع من نوع العلاقات العامة والدعائية الآن العالم معتمد ومركز أنظاره على المنطقة، فالخبر عندما يخرج هكذا أن الحوثيين يعلنوا عن توقف ضرب السعودية أو تعليق ضرب السعودية يعطيهم الكثير من الدعاية في الخارج، أيضا الأطراف الدولية التي تريد أن تسوقهم نصحتهم شجعتهم وستعمل على استثمار هذا التصريح الذي هو تصريح زي ما قلت لك ليس له أي قيمة أو تغيير جوهري في تعاطي الحوثيين مع الأحداث، لكن حيتم تسويقه وكأن الحوثيون أصبحوا يعني فريق سلام وأنهم مدوا يدهم للسلام وليلقوا اللائمة على الآخر، لكن في حقيقة الأمر ليس هناك شيء جديد. هذه المبادرة هي امتداد لمبادرات من بداية الحرب، وهم يتمنوا أن تتوقف عليهم الضربات الجوية ليستفيدوا ليتمكنوا من بسط سيطرتهم على أكبر قدر ممكن من الأراضي اليمنية. طيب أعود إلى السيد الشرفي. السيد الشرفي، يعني الكثير ممن تابعت آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي من المحللين السياسيين يتحدثون على أن الحوثيين لم يقوموا بذلك من أنفسهم، بل أن إيران من دفعتهم إلى ذلك، وأن هناك بعدا يعني إقليميا وراء هذا القرار. كيف ترى هذه النقطة أنت؟ يصعب الحديث أو الربط دائما، يعني نحن نلاحظ أنه كل الأحداث والتفاصيل التي تتم في الملف اليمني يتم ربطها بالملف الإيراني مباشرة، وكأن اليمن لا يتعرض لحرب وملابسات في ملفه متعلقة بدنيته السياسية الداخلية وبمفهوم الدولة لديه وبصراع داخلي على السلطة بات يعرفه الجميع. هناك حرب، هذه الحرب على كل حال في الأخير الحرب هذه تشن من دول يعني كبيرة وتتحالف مع دول عظمى، وكلها ذات دور ولعب في المنطقة، ووجود شيء من التلاقي أو من توظيف الأحداث أو استثمارها أو حتى التنسيق فيها فيما يتعلق مع إيران سيظل أمرا
يعني يجوز بالنسبة لطرف صنعاء أن يستفيد في مواجهة هذه الحرب التي تشن عليه. في الأخير يظل المسألة متعلقة باستقرار القرار، بغض النظر عن قضية أن هذا القرار قد يلتقي مع الجانب الإيراني أو لا يلتقي، لكن في الأخير هل هذا القرار يصور على أنه جاء بطلب أو أنه كان قرارا ذاتيا في مسار الملف اليمني لكنه يلتقي مع الملف الإيراني، هذا هو وضع آخر. أنا ضمن ما قلت في البداية بأن هناك شيء فيما يتعلق بمحاولة استثمار الوضع الكائن، أن هذا النوع من الضربات الذي ضربت عليه الآن سلطة صنعاء مثلا بضربة البيت هو نوع من الضربات قد يدفع بالمملكة العربية السعودية للتفكير في الدخول في مواجهات تضر المنطقة بالكامل، وستتضرر المملكة العربية السعودية بدرجة أولى. وبالتالي هنا يأتي قضية التوظيف للحدث وأسلوب تفكير المملكة العربية السعودية، أنها إذا كانت ترى أن هذا النوع من الضربات التي تتلقاه من اليمن يعني يصعب عليها الاعتراف به ومواجهته كحدث يمني، في الأخير هذه الأحداث ستستمر. لكن هل منطقية هذه المنطقة؟ يعني هذه نقطة، أنت عرجت على نقطة سيد الشرفي وهي كثيرة ما يعني تؤخذ على أن السعودية لديها من الكبرياء ما يمنعها من الاعتراف على أن هذه الضربات جاءت من اليمن، لكن السعودية اعترفت بأن هناك بالفعل كانت استهدافات سابقة، يعني استهدفت الأراضي السعودية، استهدفت عمقا سعوديا أيضا، فلماذا ستتجاوز يعني ستمتنع عن الاعتراف هذه المرة؟ بطبيعة الضربات ضربها واسعة، سواء من ناحيتها السكنية أو من ناحيتها العسكرية. عسكريا هي ربما أول مهاجمة بهذا الحجم لموقع حيوي، وأيضا سكنيا قضية الوصول إلى هذه المسافات واستخدام المسيرات فيها وصولا إلى توجيه ضربة بهذه السعة أمر يدفع إلى الاعتراف بامتلاك أطراف صنعاء تقنية متفوقة قادرة بأن تمكنها من هذه العمليات. وبالتالي المملكة العربية السعودية لا تريد أن تعترف بهذه الضربة بالذات، لأنها إذا اعترفت بها باتجاه أطراف صنعاء في الأخير الاعتراف بحد ذاته يمثل تفوقا ويمثل دخول الملف اليمني مرحلة جديدة، أقل ما فيها هو قضية أنها ستكون مضطرة لأن تمضي في طريق قواعد اشتباك، وهذا الأمر هو انتصار سيكون محسوب لأطراف صنعاء. لكن الحديث برمته سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتوجيه الضربة باتجاه إيران هو حديث سياسي أكثر منه حديث تقني، بمعنى أنهم يحملون إيران مسؤولية العمل في المنطقة ككل بما فيه ما يقال بأن الحوثيين هم أحد أطراف إيران، هذا هو المنظور الذي تنظر منه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. أما بالنسبة للجانب التقني نفيه عن أطراف صنعاء لم يقدم أي طرف الآن على الإطلاق أي دليل على أنها هذه الضربة جاءت من مكان آخر أو أن الطائرات انطلقت من مكان آخر، هناك فقط توجيه سياسي. يعني لم يظهر أو لم تعلن هذه المعلومات بالتحديد، لكن يعني على الأقل هذا الادعاء موجود من قبل السعودية على الأقل والولايات المتحدة، وإن لم وهو يكن الإعلان واضحا. يحتاج إلى دليل عندما يكون هناك حرب باتجاه الملف اليمني ليس المملكة العربية، لكن هي المسألة إعلان الحوثيين يحتاج إلى دليل. يعني إعلان الحوثيين يحتاج إلى دليل، ممكن أن يرفقوا صورا للضربة وهي تحدث. يعني دليل الحوثيين هو أن الحرب أولا ليست إلا معهم، ودليلهم الثاني أن طيرانهم المسير باعتراف الجميع بما فيها المملكة العربية السعودية قد أصبح فاعلا في الفترة الأخيرة، ضرب المطارات أبها والوصول طيب إلى أكثر من يعني مطار. لن ندخل في جدلية هذه النقطة كافية. سيد الشرفي، وإن كان يمكن للحوثيين أن يرفقوا فيديو لهذه الضربة إن كان حدث ذلك، لكن لن ندخل في الجدل كبير فيها. دعني أعود إلى السيد عبد الناصر المودع. يعني في حديث السيد الشرفي في البداية كانت هناك نقطتان، في أن يعني تحاول ميليشيا الحوثي على أنها تستغل نوعا من
أو أن تنفس قليلا على المملكة العربية السعودية، على الأقل محاولة مبادرة منها في سياق إعلانها لوقف الضربات استغلالا للموقف الذي يبدو أنه يتصعد بشكل كبير في المنطقة. هذه نقطة أولى أريد التعقيب عليها، بالإضافة إلى مسألة البعد الإقليمي في الاستهداف والحديث على أن هذا، أو عفوا في الإعلان، على أن هذا الإعلان كان كما يقول البعض طلبا من إيران. أستاذ عبد الناصر، المناخ العام لكل هذه التصريحات وكل هذه المواقف هو ناتج أساسا من تعقيد الظرف وتحديدا محدودية الخيارات السعودية. السعودية تدرك تماما بأن هذه الهجمة لم تأتي من الحوثيين، لكنهم يخشون الإعلان بكل صراحة عن مصدرها، لأنهم حتى الآن عاجزين على الرد أو ليس لديهم خيار بأن يقوموا بالرد. فلأنه لو مثلا قالوا بأنها مصدرها إيران مباشرة أكان الأراضي الإيرانية، أو وهذا يعني ذا الاحتمال ضئيل، لأن الاحتمال الأكبر ممكن إيران استخدمت سفن في البحر، جزيرة من جزرها الصغيرة، منصات متحركة بحرية، أو ميليشيات الشيعية التابعة لها في العراق، جنوب العراق. هذه هي الأكثر رجحانا. لكن في كل الأحوال السعودية هي تعرف بأن من قام بالضربة هي إيران. الحوثي فقط هو الذي عليه أن يتحمل هذا الادعاء، هذا اللي يحقق له أكثر من هدف، ليقول بأنه أصبح قوة كبيرة ويمتلك قدرات تستطيع أن تضرب السعودية. في نفس الوقت يقدم لإيران هذه الخدمة، وهو يدرك أيضا بأن محدودية القدرة قدرة السعودية على الرد عليه أصبحت تقريبا منعدمة، لأنه أي رد هو يكون رد بالطائرات، والطائرات قد استنفذت كل أهدافها ولم يعد لها من قيمة عسكرية تذكر في الحرب اليمن. لا، لأن جميع الأهداف هذه قد ضربت، والحوثي أهدافه الحقيقية هي مخفية في المناطق السكانية ولا في كوفة الجبال التي صعب على السعودية وطائراتها الوصول لها. لهذا الأمر في برمته هو متعلق بضعف الرد وعدم القدرة السعودية على أن تقول الحقيقة بعد أن انكشف أمنها من البداية. السعودية من بعد أن أصبحت دولة مهمة في العالم أصبحت تحت الحماية الأمريكية، مظلة الحماية الأمريكية والغربية بشكل عام هي التي منحتها الحماية من التدخلات الخارجية، كانت من إيران، كانت من الاتحاد السوفيتي السابق، كان من العراق في فترة لاحقة. عندما الآن رفعت الحماية الأمريكية أصبحت السعودية مكشوفة أمنيا. السعودية لا تستطيع أن تدخل حرب مع إيران، خاصة في الظرف الذي الآن إيران في حالة خسار اقتصادي شديد جدا، ولديها الاستعداد بأن تغامر وتدخل في حرب كبيرة مع السعودية، وهي تدرك بأن أمريكا لن تتدخل على الأقل في هذه المرحلة. لكن يبدو إذا تداعت المسألة ربما تجر المنطقة والعالم إلى حرب مدمرة. يعني الإيرانيين هم بيلعبوا بلعبة ما يسمى سياسة حافة الهاوية، لأنه لا يمكن أيضا الاعتقاد بأنه لو حدثت حرب كبيرة أن يظل موقف الولايات المتحدة على حاله، ولا حتى موقف العالم، لأن السعودية تظل لو انقطعت نص واردات السعودية من النفط سيرتفع النفط يمكن إلى $200، وهذا لا يمكن أن يتحمله العالم. لهذا العالم كله بما فيها الدول التي هي الآن قريبة لإيران مثل الصين وروسيا وغيرها والهند وغيرها لن تتحمل مثل هكذا تبعات. ولهذا الكل
بشكل عام لا يريد الدخول في هذه الحرب. الكل يخشى بأن هذه الحرب قد تخرج عن السيطرة وتتداعى المسألة وقد تصل إلى حتى الحروب الكونية، يعني الحروب أحيانا الكبيرة، الحرب العالمية الأولى وحتى الحرب العالمية الثانية، هي بدأت من أحداث صغيرة ثم تطورت وأصبحت حروب كونية. لهذا السبب السعودية متحفظة تماما عن في توجيه الاتهام لإيران، وهي تدرك أن إيران هي وراءها، لأنها وجدت نفسها في موقف ضعف لا تستطيع الرد. إن ردت، إن اتهمت ولم ترد انكشفت، وإن ردت ليس لديها القدرة على تحمل تبعاتها. أيضا طيب. الحوثي هنا لاعب في الخلفية، يلعب في الخلفية، يحاول أن يستفيد من هذا المناخ. طيب ميليشيات الحوثي أيضا كانت لها نقطة أخرى في مسألة ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، دعا المشاط الحكومة الشرعية إلى الانخراط الجاد في مفاوضات حقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، وهذا المحور الثاني في حديثنا اليوم. أسألك سيد الشرفي، هل يعني هناك جدية في هذا الطرح أم أنه فقط للاستهلاك الإعلامي؟ ونحن نتابع يعني ما يحدث مع مارتن جريفيث في سياق العملية السياسية أو في سياق اتفاق الحديدة. هو على ما يبدو أن هناك توجه لا يمكن الإلقاء بكامل مسؤوليته على طرف الحوثي. الجميع بالنسبة للأطراف اليمنية لم تهيئ لها الفرصة لاتخاذ قراراتها بشكل ذاتي. الجميع يعرف أن هناك خطوط حمر وهناك طرق محظورة الحديث فيها، وهناك قرارات وخطوات يصعب الإقدام عليها دون موافقة التحالف السعودي. الدعوة هذه تأتي في ظرف ربما من يتابع الملف اليمني هو يلحظ أمر متمثل في قضية أن غريفيث لم يبدأ بالعمل حتى على خطوة فيما يتعلق بالجانب الحل السياسي للملف اليمني. الرجل أغرق نفسه في قضية الحديدة وما عرف باتفاق السويد وصولا إليه، ثم ملابسات تنفيذه والتعثرات التي حصلت، لكن فيما يتعلق بالحل السياسي للملف اليمني ليس هناك أي دفع ولا أي خطوة ولا حتى توجه حتى الآن بالنسبة لغريفيث. وهنا تأتي أهمية المبادرة من حيث البداية، ابتداء أن تضع مبادرة في ظل كل الطرق المقطوعة وتجمد المسار السياسي تماما، هذا الأمر هو جيد بحد ذاته. أضف إلى ذلك أن هناك الآن تجربة بالنسبة لليمنيين جميعا سواء هنا طرف صنعاء أو الأطراف اليمنية الخارج المتواجدة في دول التحالف السعودي أو في الخارج، الجميع هو شاهد أمامه أو اكتشف من خلال هذه التجربة أن الدفع الذي يتم من دول التحالف السعودي ليست باتجاه حتى نصرة قضيته وأجندته في الملف اليمني، وإنما هي تستغل أو تستخدم قضيته كحامل لها، من خلاله تدخل لفرض أجندات بعيدة لا يرضاها حتى هو فيما يتعلق بأن تأتي على حساب القضية اليمنية وحل الملف اليمني. هذه التجربة الآن ربما تدفع بكثير من اليمنيين للتحمس لقضية التوجه إلى النقاش المباشر الغير متأثر بالأدوار التحالف، وقد تحصل مقاربات إن لم تحصل من فوق الطاولة، على الأقل أن تبدأ من تحت الطاولة لتجهز ولتقديم تطمينات ولمشاورات وحوارات يمكن أن تفضي مستقبلا إلى أن يستطيع اليمنيون جميعا أن يضعوا التحالف في الزاوية بناء على اتفاقات قد جرت سلفا بينهم وأخذ كل طرف فيها الضمانات الكافية له بحيث يستطيع أن يقول لا من موقعه دون تبعات سلبية عليه. سيد المودع، ما رأيك يعني الآن بعد التطورات التي عصفت إن صح التعبير بالمحافظات الجنوبية، دعوة الحوثيين لمصالحة شاملة، دعوة الحكومة الشرعية إلى الوصول والانخراط في مفاوضات حقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، هل تأخذ مسارا جديا أو هل يمكن أن تتحقق؟ يعني من يعرف طبيعة الأوضاع في اليمن يدرك باستحالة أي سلام يتم وفق الظروف الحالية.
طبيعة الأطراف المتصارعة تمنع بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك سلام فيما بينها. لدينا حكومة ما يسمى الحكومة الشرعية من الفاسدين والنصوص الذي همهم أن يتربحوا من بقاء الوضع على حاله، وليسوا هم حتى أصحاب مشروع الدولة المراقب المشروع الحوثي، هم لديهم مشاريع صغيرة حزبية ولا شخصية، ليست في قوة القدرة، ليس لديها القدرة على مواجهة المشروع الحوثي. ولدينا جماعة شمولية سلالية تريد أن تحكم خارج أي مرجعيات في الزمان والمكان، وتريد أن لديها مرجعياتها الدينية الخاصة من خلال خرافاتها. هذه الجماعة لا يمكن يا أخي، لا يمكن لها أن تكون جزء من أي حركة سياسية. هذه الجماعة إما تسحق خصومها أو تسحق، ليس هناك من إمكاني أن تتصالح مع من يقول بأنه ولا عليك من الله وسلالته إلى يوم القيامة. هذا يعني يستحيل على أي طرف عاقل وعلى أي طرف طبيعي أن يكون له فهم على هذا الشيء وأقبل بأن تكون هكذا. وهذه المسألة مسألة ليست خيار، هذا هو الحوثي، هذا هو مشروع الحوثي. والجريمة والمشكلة، ونحن اليوم نتحدث في يوم 21 سبتمبر يوم النكبة الكبرى لليمن، النكبة التي نكبنا فيها عبد الرب منصور هادي وطواطا وأدخل هؤلاء إلى صنعاء، هذه هي الجريمة الأصلية وهذه هي المشكلة الأصلية. إحنا بلينا وانتهت الدولة اليمنية عندما أدخل عبد الرب منصور هادي الحوثيين إلى صنعاء وسلمهم صنعاء بعد أن خدعوه بأنهم سيمكنونه وسيطولون في عمره السياسي. هذه هي المشكلة الأساسية الآن أو في المستقبل القريب. لا يمكن أن يكون هناك سلام في اليمن أو استقرار في اليمن. لم يسحق الحركة الحوثية، يسحق المشروع الانفصالي، يسحق المشاريع الجهوية هذه من مشروع وطني جديد ليس حامليهم هؤلاء الذي في الصورة. سنظل هكذا في حالة حرب مستمرة وطويلة وبدون نهاية، لكن الزمن يقول لنا والتاريخ يقول لنا الأمور لا تستمر هكذا إلى الأبد. لابد أن يحدث شيء في منتصف الطريق يغير هذا الاتجاه السيء الذي نسير عليه. شكرا لك إذن المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، وكذا شكر موصول على تواجد السيد عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي من صنعاء. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.